اللي شاهد علي كان علي كان والماضي صرح للزمان أم الحضارات الحروب حروف 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 معانا وشبك والقلب لما انشبك ولكن مرتبك ترغل بمجموع الحروف حروف 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 وزائد معلومات حروف حروف مربعات ومنوعات حروف حروف مليانة زينة كالعروس مليانة زينة كالعروس عرمشك أحلى ملونة والوش تدويرة سنة والشعر مجدول بقنات والخد من ورد القاموس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم ومرحبا في برنامج حروف والضيوف. البرنامج بتاعنا بمنتهى البساطة عبارة عن كلمات متقطعة بيشترك فيها فريقين من الفنانين والفنانات ومربعات عمودية وأفقية 11 في 11. الغرض من برنامجنا ده مجرد أن احنا نحقق جلسة أسرية جميلة مسلية، في نفس الوقت بنضيف معلومات جديدة قد تكون قديمة بالنسبة للبعض إلا أننا بنقدمها بطريقة طريفة تجعل عزيز المشاهد يتأمل قليلا. في نفس الوقت احنا بنشوف الوجه الآخر للفنانين المشتركين معنا في إجاباتهم على أسئلتنا. السادة المشتركين معنا من البيوت بيحضروا ورق و يسطروه 11 في 11 و 11 مربع يعني، وينتظروا الكمبيوتر لما يعلم المربعات السوداء عشان نبتدي المباراة. دلوقتي تسمحوا لي أقدم السادة اللي شرفونا النهاردة وهيشتركوا معنا في المباراة الجميلة اللي هتعجبكم إن شاء الله. الفريق الأفقي مكون من الفنانة سميرة صدقي، الفنانة المطربة عيشة الوعد، المطرب الكبير محمود الألعاوي، الفنان المتنح محمود الألعاوي، الفنان المطرب عصمت رشيد. الفريق العمودي مكون من الفنانة علا راما. علا راما شفتي بدري لانا بالظبط. الفنانة المطربة عزة بلبع، الفنان خالد زكي، المطرب الكبير صاحب الصوت الرخيم محمد الشرقاوي. المطرب الكبير المطرب التخين.
ان شاء الله نكون في البيوت جاهزين وحضرنا الورق عشان نقدر نتابع المباراه. ما عندناش المره دي مربعات هنملاها وهنبدا على طول بالكلمات والمعلومات. لا احسن لان المربعات دي كانت بتعوقني يعني. بس دي اللي بتعوقك. السؤال الاول كان معتاد لمجموعه الافقي. الخط رقم 6 الكلمه الاولى بمعنى كف عما لا يحل من قول او فعل. عف عف عف. إجابة سليمة درجتين. العمودي العمود رقم 2. العمود رقم 2. الكلمة الثانية. الكلمة الثانية المربعات 6 و7. مظبوط. آلة طرب معكوسة. دف. صح. دف. عندنا الفين بس. سليم. إجابة سليمة. دف درجتين. أفقي. الخط رقم 11 الكلمة الثانية كثير. كلمتين بمعنى كثير معكوسة. جم. إجابة سليمة. درجتين. العمودي عمود رقم 10 الكلمة الثالثة. 10. نقولها بالعامية لمن لا يستطيع الكلام بيسر وطلاقة. نقولها بالعامية لمن لم يستطع الكلام بيسر وطلاقة. عك يعني. عك. برافو عليك. الأفقي خط رقم 1 الكلمة الأولى اسم جائزة سينمائية عالمية. 6 حروف. 6 حروف يعني مش كان تبقى ايه. أوسكار. صح. أوسكار. هي جائزة المعروفة 100%. إجابة سليمة. تركتين. للأفقي برضو بنستمر في السؤال لو سمحتم. كم تبلغ جائزة الفيلم الذي يفوز بالأوسكار؟ هل هي 100,000 دولار أو 200,000 دولار أم نصف مليون دولار؟ أولا جائزة أوسكار عمرها ما كانت ماديا. ده جائزة تمثال ذهب بيتقدم. هو ده جائزة أوسكار. إجابة سليمة. درجتين. يا سلام. ما شاء الله. جائزة سنويا أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية وبتقدمها في الإخراج والتمثيل والسيناريو والتصوير والموسيقى والصوت والديكور ومختلف الفنون السينمائية. سؤال العمودي أذكر 5 نجوم من النجوم الممثلين والفنيين إذا قدرت الذين حازوا على جائزة الأوسكار. مارلون براندو. سليم. داستين هوفمان. صح. ميريل ستريب. جاك نيكلسون. فيش حد من الفنيين بقى؟ مش سبيلبرج. ده في مخرجين كتير قوي خالص. ايوه اسمه سبيلبرج. اللي هو اسمه ايه سبيلبرج؟ ايه ها؟ اكمل لكم انا ودرجتكم محسوبه. مخرج معروف او من المخرجين المعروفين اسمه سيدني بولاك. السؤال برضو للعمودي. سؤال علشان نخش في الخريطه بتاعتنا. العمود رقم 4 الكلمه الاولى. ينقص في الوزن او القدر معكوسه. يخس. اجابه سليمه. درجتين. شفت. الخط رقم 5 الكلمه الاولى اول النهار. 3 حروف. أول نهار. صبح. طبعا صبح. أكيد. إجابة سليمة. العمودي العمود رقم 6 الكلمة الثالثة. 6 كلمة الثالثة. عز وقوة معكوسة. 4 حروف. 4 مربعات. ميم ولا منعة معكوسة. منعة. صح ولا غلطان؟ عز منعة. منعة. صح. ايه ده. خط رقم 11 الكلمه الاولى اله موسيقيه معكوسه. والله باين اورج. برافو عليك. يا ريت بمناسبه الاورج نسمع اغنيه جميله من المطربات الحلوين. وانا يعني وعداني الست عيشه انها ايه كانت بتدندن كده قبل ما نخش. يا ريت نسمع منها اللي كانت بتدندنه. عندنا الاورج
معانا الاستاذ القلعاوي بيعزف على الاورج حلو قوي. هو انا بالشيب وهو وقاره وهو وقاره ليتها عيرت بما هو عاره بما هو عاره إن تكن شابت الدوايب مني فالليالي تزينها الأقمار يا باي يا باي يا باي يا باي عزو اغنية عندي عشان الشايبو دي العمود رقم 4 الكلمة الثانية بمعنى صلب صلب أيوة فيها صاد يبقى صلب 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 أيوة برافو إجابة سليمة درجتين لأفقي الخط رقم 7 الكلمة الثانية تقال لمرور الوقت أو الزمن خط رقم 7 الكلمه الثانيه بره اجابه سليمه بره الله الافقي برضو لكم نفس السؤال ايهما يعني فتره اطول من الزمن برهة من الزمن ام ساعه من الزمن هي صح بيتهيالي الساعة ها القرار بيتهيالي لا احنا عايزين جواب قاطع وصريح عايز جواب قاطع وصريح نص ساعة هي قالت بره دلوقتي هي قالت بره يبقى بره احنا الستات قلنا بره احنا الستات الرجالة بيقولوا ساعة بره اطول لانها غير محددة بالظبط كده انما الساعة محددة طيب ب 60 ساعة ب 60 دقيقة مثلا والدقيقة 60 ثانية يعني في تحديد ايوه صح مش واخد بالك انت هي صح ايوه طب هي صاحبة قلت قه قه فأطال نعم فين العمود رقم 10 اه يا فن عمود قه 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 فأطال ايوه يعني ضحك كتير جدا ها ها ايوه اجابه سليمه حلوه طلعت ها ها فعلا الافقي السؤال دلوقتي الافقي الخط رقم 2 ايوه الكلمه الاولى الاسم الثاني لفنان سوري راحل عرف بأدائه العفوي وخفة دمه وحضوره المتميز معكوسة الاسم الثاني 4 حروف خزام 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 نبيل خزام نبيل خزام برافو إجابة سليمة العمودي العمود رقم 1 الكلمة الأولى وسيط القامة إيفن العمود رقم 1 الكلمة الأولى وسيط القامة وسيط عندنا خزام أولها أول حرف ميم عندنا وسيط القامة وسيط القامة أيوة بين البنين بين البنين لا إذا كان يبقى مربوع لا مربوع 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 إجابة سليمة مربوع الخد يعني سؤال دلوقتي للفريق الأفقي الأفقي الخط رقم 1 الكلمة الثانية الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة عن اهتزاز جسم ما ايه ثلاث حروف ثلاث حروف الأثر السمعي الصوت يعني صوت برافو سؤال برضو تابع للصوت عليه برضو درجات لو جاوبتوه وجبتوه صح صورة الصوت بتختلف باختلاف الوسط أو الشيء الذي بينتقل الصوت بواسطته فعلى هذا الأساس أيهما أسرع الصوت في ماء البحر أم في الهواء البحر طبعا في ماء البحر إجابة سليمة أسرع والله البحر طب أيهما أسرع الصوت في الخشب أم في ماء البحر في الخشب في الخشب ده إيه ده إيه
لا شيء الفيزياء ده. لا عيال احنا دافعين دم قلبنا فيهم في تربيتهم يعني. امال ده شاب من شويه. ايهما ازرق؟ مواليد 27. الصوت في الفولاذ ام في الخشب؟ لا في الفولاذ اسرع من الخشب. عملية لا دفترة لا بتقول طبعا بطريقة طبعا وكأنها عالم في الطبيعة. لا مش بطريقة دكتور مصطفى محمود بيقعد يقول لنا. ما شاء الله. العمودي العمود رقم 11 الكلمة الأولى. الكلمة الأولى الاسم الثاني لمطرب وملحن لبناني موهوب معكوسة. مطرب وملحن عندك يبدا بايه؟ في ت ما عنديش بس ما عنديش يبدا بحاجه ينتهي واخر وينتهي بت اللي هي من صوت اسم الثاني وملحن ايوه ملحن بركات ايوه بركات صح. لافق الخط رقم 3 الكلمه الاولى مؤنث راوي. مؤنث سهلة قوي دي. راوية مش عايزة كلام. راوية 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 مين؟ العمودي العمود رقم 11 كلمة تانية من أعضاء الجسد معكوسة. من أعضاء الجسد زراع ممكن زراع 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 إجابة سليمة. زراع أيهما أكثر عددا في جسم الإنسان؟ عظام اليد اللي هي بقى من الزراع ام من ام عظام الرجل؟ ده السؤال اللي عظام عظام الايد. ايوه انا عارف. ام عظام الرجل؟ اقول لسعادتك انيهم اكتر من التاني؟ انا الرجل اكتر من الايد بعظمه واحده. الايد بتبقى 31 والرجل 32. اجابه سليمه. الخط رقم 7 افقي الكلمه الاولى افقي إذا أضفنا إليها حرف الهاء تصبح اسم أغنية للمطربة وردة. سهلة هي سهلة. فين هي؟ خط رقم 7 صح صح. دندنة 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 أظن بقى لازم دندنة دي ندندن من حقنا ندندن ولا إيه؟ ولا إيه استعزة؟ من حقنا ها؟ من حقنا نسمع بقى حاجة جميلة كده. ليلى 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 هاي ليلى. من بين صحابي ندهتني عصفور غنى وشوشتني. من بين صحابي ندهتني عصفور غنى غنى وشوشتني. ورسمت لي وردة في كتاب وسبقتني فوق السحاب. رسمت لي وردة في كتاب وسبقتني فوق السحاب. طرت في سماك وتركتني. ليلى 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 ليلى. صوتك ندح أيامي وراح وفاتني مش داريه بروحي. أهرب بروحي وأقول أرتاح ألقاك ما بيني وبين روحي. وتطل من بين أورائي تندحني من ليل أشواقي. وما فتحت لقلبك باب طيفك ندى أيامي وغاب. أما فتحت لقلبك باب طيفك ندى أيامي وغاب. طرت في سماك وتركتني. الله وبحبك كل يوم
أكتر من كل يوم وبحبك كل يوم أكتر من كل يوم أصل أنت كل يوم أحلى من كل يوم أصل أنت كل يوم أحلى من كل يوم وامبارح كنت سكر لكن النهاردة أكتر امبارح كنت سكر لكن النهاردة أكتر واللي يشوفك يفكر إزاي حيجي له نوم وبحبك أحبك أحبك بحبك كل يوم وبحبك كل يوم أكتر من كل يوم وبحبك كل يوم أكتر من كل يوم أصل أنت كل يوم أحلى من كل يوم أصل أنت كل يوم أحلى من كل يوم وبحبك أحبك أحبك بحبك كل يوم بحبك لما تبعد وبحبك لو تجيني بحبك لو فاكرني وبحبك لو ناسيني بتاخدني عنك تملي في حلاوة مدوباني لكن بين يوم وليلة بلاقيك تحلو تاني تاخدني عنك تملي في حلاوة مدوباني لكن بين يوم وليلة بلاقيك تحلو تاني امبارح كنت سكر لكن النهاردة أكتر وامبارح كنت سكر لكن النهاردة أكتر واللي يشوفك يفكر ازاي حيجي له نوم وبحبك أحبك أحبك بحبك كل يوم وبحبك كل يوم أكتر من كل يوم وبحبك كل يوم أكتر من كل يوم أسلمت كل يوم أحلى من كل يوم أصلحنا كل يوم أحلى من كل يوم وبحبك أحبك أحبك بحبك كل يوم العمودي العمود رقم 10 الكلمة الأولى مطلع واسم أغنية جميلة ومشهورة لوديع الصافي الأغنية بإذاعة الأستاذ وديع مشهورة جدا ودايما يقولها كده هو يعني هو يعني هو اسم الغنوة أولاني ولو بس أيوة هو بيقولها كتير كمان ولو أيوة بيقولها كده بيقولها كمصطلح ولو هيك بتطلع ولو أيوة لبناني برافو ولو برافو جميل متعود وترجعوا برافو ولو الإجابة صحيحة الإجابة صحيحة برافو علي الأفقي خط رقم 2 الكلمة الثانية الاسم الأول لكاتب مسرحي عربي معكوسة خط رقم 2 أفقي معكوسة عربي ولا مصري عندنا من بركات الألف وعندنا ألف لام من ولو ألفريد ألفريد برافو ألفريد إيه بقى يا أستاذ ألفريد فرج ألفريد فرج لا مش للدرجات يا إجابة سليمة طبعا معقولة عمودي العمود رقم 9 الكلمة الثانية روضة معكوسة لا لا معلش يا محمد ربيعة محمد ربيعة 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 أي روضة اللغة العربية بتاعتها يا باشا يعني أستاذ في اللغة العربية ده مزاج عندي ده هو ما كانش بينجح غير في اللغة العربية بس العمودي برضو نفس الفريق نسأله ربيعة يعني إيه اسم أول لفارس عربي عرف بلقب حامي الضعينة وربيعة اسم أخير لشاعر عربي اشتهر بشعره الغزلي من هو الفارس ومن هو الشاعر؟ الفارس ربيعة بن مكرم أو مكرم ابن إيه؟ ابن مكرم ثانية ابن أبي مكرم لا ثانية ربيعة بن مكدم أو مكدم حاجة كده مكدم أو مكدم مكدم قدم يعني. والشاعر هو عمرو بن عمرو بن ربيعة إجابة سليمة لهم درجتين احنا ناس مين بنشتغل ازاي الأفقي فريق الأفقي الخط رقم 6
كلمة تانية. صوت الفرس معكوسة أربع حروف. نحن أيوة. يا سلام سهلة أوي. صهيل صهيل صح. إجابة سليمة درجتين. هقول دلوقتي ست كلمات خمسة منها تطلق على أصوات الخيل وواحدة تطلق على صوت طائر. المطلوب انكم تعرفوا الكلمات دي كلها. الخمسة والواحد الستة كلهم. الضج الحمحمة الخيل الخيل البقبقة القبع القعقع الخضيعة. شفت الخضيعة دي؟ شفت الخضيعة اللي بتتعمل فينا؟ ايوه بس هي دي خضيعة اللي بتتعمل فينا. هم دول الستة اللي ايه؟ دي خضيعة ده للعمودي مش ليكوا. اسمع يا استاذ خالد جاوبت لكم على الاجابة والله. هو اللي هيجاوبها بقى مش انا. انا مثقف في الحاجات دي مش كده. قولهم تاني يا استاذ. قولهم حاجه تاني بس عشان نقدر الاستاذ العاوي بيبوظ. عندك استعداد انك تفهم حاجه وسعادتك يعني انت عايز تفهمني انك فاهم حاجه منهم. انا مش فاهم بس ان شاء الله هنفهم باذن الله. اتفضل سعادتك. هنعرف الطير على الاقل. اتفضل يا فندم. تاني انا اقول لسعادتك. الضج. ايوه الايه؟ الضج. لا دي سيبك منها. الحمحمه دي احتمال. دي صدفه. القبع. ايوه لا دي القعقع كل ده ماشي. ودي احتمال برضه. كل ده البقبقه. لا معلش كل ده ماشي. الخضيعه. لا 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 هي المحمحه. هي يا الحمحمه يا البقبقه. لا بس هي واحده. انا عايز اجابه. خلاص فاضل خمس ثواني. عايز اجابه صريحه. بقبقه. البقبقه بتاعت ايه؟ بتاعت اي حاجه في طير. طير. ايوه. والباقي كله حصنه. غلط. الفريق خسر درجتين. الفريق العمودي خسر درجتين. خلاص احنا الفريق الافقي ياخد درجه واحده. متشكرين يا استاذ صلاح. العمودي بعيد السؤال للعمودي. ما زال السؤال لكم. العمود رقم 8 الكلمه الاولى. اسم قلعه في سوريا معكوسه. اه مش في قلعه حلب وقلعه دمشق وقلعه فين فين في سوريا؟ في سوريا. ايوه في حلب وفي دمشق. عندك الحرف الثاني عين. الحرف الثاني عين. جعبر. جعبر. إجابة سليمة طبعا. جعبر جعبر. الخط رقم 10 الكلمة الأولى. الشرقاوي ابن جعبر. أيوه. أكتر حاجة عنصر غازي عديم اللون والطعم والرائحة. عنصر إيه؟ عنصر إيه؟ غازي. شوف أنت بقى عنصر غازي بقى. أكسجين. أكسجين. إجابة سليمة. بعيد السؤال برضو للفريق الأفقي. أين يوجد أكسجين أكتر؟ الهواء. على شاطئ البحر. وانا سالت يا بنتي اهمدي. على شاطئ البحر ام على قمم الجبال العاليه؟ حيث الهواء العليل. انهي اكتر اكسجين اكتر في الجبال؟ السؤال ده لينا. طيب خلاص انا بقى يعني السؤال ده لينا بحيث ان انا لما ما يعرفوش طول. انا تحت امرك. طب لسه ما فهمناش السؤال. لا 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 أيوه. الاكسجين اكتر على البحر. على البحر المناطق دي. على البحر يا استاذ صلاح. معلش يعني انا صح لان الماء يمتص الاكسجين يوصل الى. صح مظبوط صح. على اي اساس على اي اساس اجابتك دي يا محمود؟ ما يا استاذ صلاح لما فريق الكره بتاعنا بيروح يلعب في حته عاليه فيقول له نقص الاكسجين تسبب في ان اللعيبه ما بيقدروش يلعبوا فيبقى انا بدور على الارض. عمودي الكلمه الاولى. الاسم الاول لممثله مصريه راحله. فين احنا؟ معكوسه. فين اني واحد مو كتير راحلين. العمود رقم 3 الكلمه الاولى. زوزو يا فندم. زوزو 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 ماضي. زوزو ماضي. اغلب ادوار مظبوط. اجابه سليمه. الافقي. ايوه. الخط رقم 4 الكلمه الاولى من الطيور. باز. 4 باز سليم. اجابه سليمه. مربعات من 1 ل 4 في العمود رقم 2 يا فندم. متشابهه هو الف. الف. السؤال دلوقتي الف. يا عمودي اذكر لي 6 اغنيات تبدا بحروف الالف. 2 لأم كلثوم. اسال روحك. اسال روحك. اروح لمين؟ اروح لمين؟ اروح لمين؟ احنا عمودي. العمودي. بنطلع من العمودي. لا ما احنا مش ساكتين. والله افتكرت نفسي بالعمودي. لا اسمها اروح
لا خليكم معايا من فضلك. لا اسمهان اسال روحك واروح لنفسي. اسمهان لا 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 اسمهان امتى هتعرف؟ انا امتى هتعرف؟ قهوه هتعرف؟ قهوه لا قهوه لا احنا بنقولها باللغه العاميه القهوه لا بالقهوه بالالف قهوه يهوه عليها يعني بتقول الالف قا بهمزه كمان. طيب ليلى مراد بالالف برضه. انا قلبي خالي انا قلبي وانا قلبي دليلي ويضحك كركر مختاري يا ريت تغني قلبك مختاري يا خالي اللي فيهم مختاري اللي يعجبك مالي اللي يعجبك قولي واحنا وراك انت زمان هتقولي واحنا وراك اتمختاري وتميلي يا اخي ورقوسي ويا رئيس اللي اتمختاري ميل يا اخي ورقوسي ويا رئيس اللي اتمختر يا اخي واتمختر يا اخي خلي الدنيا تميل ويانا وخلي العاشق يجري يجري ورانا يجري يجري ورانا يجري يجري ورانا ليل ونهار ونهار وليل جرارة ليل ونهار ونهار وليل يا دنيا لف بينا يا دنيا اجري بينا بس وعي تسبقينا يا دنيا وتفوتينا يا دنيا اجري بينا يا دنيا يا دنيا تسبقينا يا دنيا وتفوتينا لا 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 ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد افرح جني وعيش متهني افرح جني وعيش متهني دي الدنيا ما بتدومش الحد دي الدنيا ما بتدومش الحد ليه تشكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد يا ورد داري دموع العين ترارا ده العمر كله يومين اتنين ترارا يا ورد داري دموع العين ترارا ده العمر كله يومين اتنين ترارا ودي الحبايب ورد يا ورد ولا حد جايب ورد يا ورد ودي الحبايب ورد يا ورد ولا حد غايب ورد يا ورد وانت يا ورد حبايبك فين افرح وجني وعيش متهني افرح جني وعيش متهني دي الدنيا ما بتدومش الحد دي الدنيا ما بتدومش الله اكبر الدنيا يا ورد ليه دمعك يجري على الخد ليه تشكي من الدنيا ما شاء الله ما شاء الله خط رقم 9 افقي الكلمة الثانية كلمة كان الشاعر والفنان المبدع صلاح جاهين ينهي فيها رباعياته المشهورة الله اربع حروف فضل حرفين في النص تسعة تاني كلمة عجبي عجبي, عجبي برافو اجابة سليمة اسمحوا لي دلوقتي اقدم لكم احدى رباعيات صلاح جاهين يا ريت عجبي عليك عجبي عليك عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبكي عيني دمى ازاي انا اختار لروحي طريق وانا اللي داخل
في الحياة مرغمة. عجب. أنا عايز سؤال، يا ريت حد يقدر يغني إحدى رباعيات صلاح جاهين. لا. هل حد منكم حافظ حاجة؟ ما حدش. لا أنا هقول يعني حتة صغيرة صلاح جاهين غير الرباعيات. أي حاجة من يعني أشعاره أو زجل. تفضل. يعني نقول مثلا من أغاني المشهورة، أدي اللي كان وأدي القدر وأدي المصير، نودع الماضي حلمه الكبير، نودع الأفراح نودع الأشباح، راح اللي راح ما عادش فاضل كتير، ايه العمل في الوقت ده يا صديق غير اننا عند افتراق الطريق، نبص قدامنا على شمس احلامنا، نبص قدامنا على شمس احلامنا، نلقاها بتشق السحاب الغميق، وارجع واقول وارجع واقول لسه الطيور بتفن والنحلة ياض بتطن، والطفل ضحك ويرن مع ان مش كل البشر فرحانين. برافو 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 برافو. زي بالظبط صوتي انا كده، بس بس الكلام ده من مده يعني. العمودي العمود رقم 8 الكلمة الثانية. أيوة يزف خبرا صار يبشر. الخط رقم 8 الكلمة الأولى أصبحت مكشوفة وهي شعاع، دلوقتي طبعا سهلة خلاص. أيوة عرفت. أيوة رئيس. أنا هسألكم عن الشعاع سؤال. أيوة رئيس. والإجابة الصحيحة ليها 4 درجات. أيوة. كم من الوقت أيوة يستغرق شعاع الشمس ليصل إلى الأرض؟ 8 دقايق ولا 10 دقايق ولا 11 دقيقة أو 9 ثواني؟ لا الأولى طبعا. اللي هي كم بقى؟ 8. هي كم؟ انا 8 دقايق. اللي امال ايه؟ بتغمضي وتقولي ده محمود اللي بيغمض ويقول. غمض يا محمود وقول وخلصني. 8 دقايق. برافو عليك. بس غير ما يغمض اهو. الله ينور. كل حلقه تبقى في النص. النهارده نبادي بالاول. عمودي عشان قلت لك بالاول. العمود رقم 1 الكلمه الثانيه. ايوه. الاسم الثاني لفنان كويتي بدون الف لام التعريف معكوسة. غانم. الغانم. غانم. إجابة سليمة درجتين. غانم. الخط رقم 4 أفقي. أيوه. الكلمة الثانية من الفصول بدون ألف لام التعريف. الخط رقم 4 أفقي. وآخرها عين. ربيع. واضحة جدا ربيع. هل ممكن حد يسمعنا حاجة لفريد الأطرش بمناسبة الربيع وأغنية فريد المشهورة الجميلة الخالدة؟ ادي الربيع. محنزة. ادي الربيع عاد من تاني والزهر هلت انواره، وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب الناره، أيام رضاك يا زماني هاتها وخد عمري. قولي واللي رعيته رعاني أنا وهنا كري راي 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 راي. كان النسيم غنوارا اتري غنيها را را را
فيها وموج الأهادي كان عود ونور البدر أمطار إناجي الورد وخدوده إناجي الموج وأنهار وأنهار بتسكيل وأنهار بتسكيل كمبيوتر النتيجة؟ نتيجة انت ما فيش غيري في مركز فاضل هنا حاجة هربطها بدرجة درجة تانية بالناس درجة العمود 36 احنا كام بقى؟ الأفقي 34 لا 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 انتم انتوا عمالين بس 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 اهدوا العيشة جاية معانا في سؤال لو جاوبتوه اللي هيجاوب الاول هيقدر يكسب لان الفرق بسيط جدا درجتين يعني يتعادلوا مش هيقدر يكسب ممكن يتعادلوا او احنا نكسب يعني لو هم قالوا هيتعادلوا لا اصل هو مكون من اقسام ما قالوش حاجه ضخمه احسن التقسيم بتبقى على ايه تقسيم ايه على القانون على القانون وايه كمان العود هم هم ايه كمان والبزق مثلا كويس جدا هسألكم عن كتاب يبدا اسمه بكلمتي احسن التقاسيم كويس ما اسم هذا الكتاب كامل احسن هل هو كتاب في علم الموسيقى الفه الكندي ام كتاب في الرحلات والجغرافيا الوصفيه الفه المقدسي ام ان احسن التقسيم كتاب في علم العروض ومبادئه الفه الفراهيدي لا 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 طبعا الاجابه المقدسي خلاص لا جاوب المقدسي شكرا ما انتوا احنا كسبنا خلاص المقدسي وهم كسبوا شكرا معلش فضلك فضلك بمنتهى روح الزماله والرياضه يعني احنا ممكن نديك درجه مش ممكن الكابتن الكابتن بتاع الفريق ده يجي يستلم وهو ست عز اتفضل كوتشا يلا كوتشا انت كوتشا جاب تريننج كمان كوتشا يا سلام شكرا اقري كلام بس هنا صوت جميل يا رب يزيده جميل شكرا للسادة الضيوف اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله ان شاء الله